ماذا لو دخلت البلاد في حالة أنه ما في رئيس جمهورية؟ وماذا لو كمان تزامن هذا الموضوع مع عدم تشكيل حكومة وبقيت هذه الحكومة حكومة تصريف الأعمال للرئيس نجيب ميقاتي ما تشكلت حكومة؟ شو بصير؟ من يتولى مهام رئاسة الجمهورية بشكل واضح؟ وأيضا تعليقا على مسألة المادة 69 من الدستور التي تقول بأنه تعتبر الحكومة مستقيلة عند بدء ولاية رئيس الجمهورية وليس نهايتها. هنا بالفعل موضوع خطير، أنه في خطة داخلية وأقليمية للتفريغ المتعمد، وهذا حدث في الماضي في عند التمديد لمجلس النواب. التمديد لمجلس النواب وما كان في رئيس جمهورية، ما في حكومة مستقيلة، مجلس النواب تنتهي مدته بعد أسبوعين ثلاثة، وصار في طعن تجاه قانون التمديد لمجلس النيابة. صحيح. وإجا الطعن لمجلس الدستوري. كل قرار مجلس الدستوري سنة 2009-2019 كان كله ضد التمديد، ولكن في بعدين خمس بنود اعتبار التمديد أمر واقع وحس السلطات على انتخاب رئيس جمهورية وتأليف حكومة، يعني رفض التمديد. كان في إذن في خطة مستمرة من حوالي 2014 إقليمية وداخلية للتفريغ والتعطيل. هذه الخطة كانت موجودة، استمرت. من مين هذه الخطة يعني قصدك؟ هذا عم تحكي بالسياسة هلا حضرتك؟ عم بحكي بالسياسة. نعم. داخلية وإقليمية من خلال وقائع. مين؟ خلال وقائع. من هو الفريق الذي كان؟ بقينا سنة ونص بدون رئيس جمهورية. بعدين صار في خطة إقليمية محلية. مين يعني قصدك؟ هذه مستمرة أيضا في اليمن. مستمرة في العراق. قصدك حزب الله وحلفائه؟ كتبت عنها بجريدة النهار، بجريدة لوريان لجو. قصدك حزب الله وحلفائه اليوم في خطة من قبلهم للتفريغ؟ في أحداث فراغ في الدولة اللبنانية. هلا كان في هذه الخطة أيضا سنة 2022 لعدم إجراء الانتخابات، تأجيل الانتخابات 2022. وكان في بالفعل حملة كثير واعية إجراء الانتخابات أيا كانت القانون وأيا كانت الأوضاع، والحمد لله النيابية أنه حصلت انتخابات 2022 ليس أي سبب، لكي يوجد في لبنان بداية شرعية. الآن في لبنان عندنا بداية شرعية من خلال مجلس النيابي والحمد لله. هلأ في كثير أشخاص ما بيميزوا بين دولة فاشلة ولا دولة، وفي دولة فاشلة بضل الأمور منتظمة، بس لا دولة خطير جدا. يعني أنت صرت غير معترف فيك بالأمم المتحدة، ما عندك رئيس جمهورية، ما عندك حكومة، ما عندك مجلس نيابة، صرت مرحلة تأسيسية جديدة. يعني حق تسق الملكية اللي معك عن أرض أو شقة لإلك بطل مضمون. تنشأ ميليشيات، تنشأ فوضى، بتضل 10 سنين 20 سنة ما بعرف قديه. ايه نعم. نحن هالسبب في كثير دراسات انه نحن لسنا في مرحلة تأسيسية. يعني يوجد اليوم بداية شرعية متمثلة بالمجلس النيابي. ويجب ان نتقيد ان نكون جدا مطمئنين لوجود بداية شرعية في المجلس النيابي التي هي السلطة التشريعية الام. طيب سؤالك، الفراغ ما في؟ لا فراغ في الدستور. في تفريغ. في طيب متعمد. في تفريغ متعمد. ويجب ان تمارس النواب القدماء والجدد ضغط وان نطبق الدستور. طيب. والمعضله ليست دستوريه، المعضله سياسيه. نعم. كتب عنا من يومين ثلاثه بالفعل مقال كثير مهم بطرس حارب. المعضله سياسيه منا دستورية. طيب ولا نغلفها. طيب دكتور مسراء، أوكي المعضلة السياسية، بس أنا عم بسألك هلأ بالدستور. إذا لم ينتخب رئيس جمهورية، هل تستطيع حكومة نجيب ميقاتي تصريف الأعمال أن تتولى مهام الرئيس؟ واجب
الحكومة وحكومة رئيس ميكاتي واجب، مش يحق، واجبها أن تستمر ضمان استمرارية المؤسسات حتى لو كانت مستقيلة، حتى لو كانت مستقيلة، حتى لو المادة 69 من الدستور تقول أنه تعتبر الحكومة مستقيلة عند بدء ولاية رئيس الجمهورية، هي تستمر وتستمر بممارسة مهامها لضمان استمرارية مرافق العامة. نعم. وبعدين في البعض بيقول أنه بتأخذ قرارات بأي شكل، هذه كمان محسومة بالدستور اللبناني، مبدأ الأكترية مبدأ عالمي في التطبيق، تأخذ قراراتها بالأكترية، والمادة 65 كتير واضحة يلي تم تشويها، مادة 65 روعة في المخيلة الدستورية اللبنانية والعالمية. ما هي؟ مادة 65 لا تتحدث لا عن تلت ولا عن تعطيل، تنص على ضرورة أكثرية موصوفة التلتين في 14 قضية محددة. حكومة الرئيس ميكاتي إذا تأخذ قرار بهدول 14 قضية، حرب والسلم والانتخابات، نعم، وقضية المالية العام، تأخذها بحسب مادة 65. طيب، وبالتالي عم بتقول أنه من واجب هذه الحكومة مجتمعة، مش رئيس الحكومة، مجتمعة طبعا، أن تتولى مهام رئاسة الجمهورية لحسن سير يعني أمور الدولة، مجتمعة طبعا، وأن تجتمع وأنه تطلع بعض القرارات اللي عم تحكي عنها بالثلثين. هلا في بعض القضايا الحصرية، أي قرارات يعني منهم من يقول بأنه لا صلاحية لها بالقرارات الكبرى فقط لتسيير الأمور العامة، أيهم الكبرى يعني ذكرون أنه مش هي بتعطي السفر اللي بيقدموا ورد اعتمادهم، نعم، او هدول في قضيتين ثلاثه هدول كثير حصريه، بس كل قضايا سير المرافق الدوله نعم بدها تاخذها ومجبوره تاخذها ولازم تاخذها. بس اما القضايا قصدي القرارات الكبرى مثل مثلا مفاوضات مع صندوق النقد، اتفاق مثلا مع اتفاق كبير، توقيع مراسيم الحدود مثلا، هذه شو تستدعي حكومه مشكله؟ نحن عم نفترض انه بدنا نقبل بالفراغ بالتفريغ، بدي افترض انه نعم، بس حصل في لبنان هكذا يا دكتور مسرى، ودخل طبعًا لبنان بوقتها سنه ونص يعني ما في رئيس جمهوريه، ماذا لو اليوم رجعنا لنفس السيناريو؟ هذا هو السؤال، انه شو بتعمل؟ واجب الحكومه ان تسير قضايا الدوله. طيب، ولازم واجب، بس انه فيها توقع على مرسوم مثلا ترسيم الحدود، فيها توقع على مثلا اتفاق مع صندوق النقد، فيها ما نعود الناس على هالنوع من المسارات، لأنه نعم، أوقات كتير في خرق، في خرق للدستور، وفي خرق ثاني لديف، أوقات كتير غلطة خطيرة، نعم، عم يستنتج عنها أخطاء أخرى، بس هذيك الأخطاء الأخرى ورديفة، بدنا نتوقف دائما على الخرق الأساسي.